طيب تقليعة جديدة من تقاليع الرجال اللي ما هنفهم بقى هما بيقولوا كده ليه. احنا طول عمرنا نسمع انه الناس في ريليشنشيب يعني في علاقة، اما السيتويشنشيب دي ده مركب هيغرق بيهم اكيد، يعني ما فيهاش جدال. السيتويشنشيب دي يا بنات عبارة عن انه هو بيقول لك بصي احنا اللي هو مع بعض بس حسب الجو والموقف، يعني احنا النهارده ممكن نبقى مع بعض لكن بكره الصبح ما وعدكيش يعني، وما تعاملينيش ان احنا مع بعض، احنا ده امبارح غير النهارده ومشي حالك ومشي يومك خلاص. فطبعا احنا كان لازم نناقش ده في البرنامج، ايه اللي بيحصل صح ولا ايه يا جماعه؟ مش كان لازم نناقش؟ ده لازم طبعا. هو انجي الحكيم شكلك ضد الفكره، يعني انت شايفه ايه؟ انا ماشي بعدين ده انت ست ومدربه التنميه البشريه وعندي بنات كمان. طلع خلاص هي ضد. معالج الطاقه بتاعنا هو اللي مع الفكره استاذ شريف شرقاوي، منورنا النهارده. بنورك يا فندم. معلش انجي انا دايما ببدا باليمين وكده وليديز فيرست، بس معلش. لا طبعا معلش احنا محتاجين نسمعهم برضه. طبعا الراي والراي الاخر. ايوه انطلق. حاضر. السيتويشن شيب مطلوبه حقيقي ان احنا نوصل بيها لريليشن شيب صحيه، يعني هي مرحله، اصل الحياه مراحل، الحياه مش مرحله واحده. واحنا محتاجين المرحله دي علشان نقدر نوصل للتارجت بتاعنا اللي هو الريليشن شيب الصحيه. صحيح وهي حقيقه هدفها ان انا اعرف نفسي وارتقي بنفسي واعرف التريجرز بتاعتي واعرف شكلي وضلمتي ايه، يعني ما بقاش داخل اجرب في حد وعامله الساند باج او الحد اللي هنزف عليه بقى جروح الطفوله والام والاب والحاجات دي، ادخل واوعده واوعدها وادخل معاها في علاقه وبعدين اطلع ندل واسحب نفسي، او هي كمان توعدني وتكتشف بعد كده ظلمتها في العلاقه معايا او الحاجات اللي عامله لها مشاكل في كترومز قديمه او حاجه وتطلعها عليا وبعدين تسيبني وتمشي. طب ما بلاش نوجع بعض وبلاش ندمر بعض وبلاش يعني الخسائر برضو اللي بتحصل من الموضوع ده، صح؟ هحاول اقنعك على قد ما اقدر. على قد ما اقدر. انا عاجبني انجي ان هو بيقول كلام عميق قوي ومرتب كلمات وجمل عميقه. بس يعني انت خايف ان انت تضايقها في الريليشن شيب والتروما بتاعتك تطلع على التروما بتاعتها والتروما بتاعتها تضايقك في حياتك، فانت ما اعرفش ايه، فاحنا بقى نبقى اليوم بيومه الساعة بساعتها. احنا دلوقتي مع بعض؟ لا احنا كمان ساعتين مش مع بعض، احنا دي مش تروما عادي، دي تخرج من عندك على مستشفى المجانين. هي العلاقات مرايات، يعني كل انسانة بدخل معاها علاقة هي مراية ليا، بتخليني اشوف حاجات انا مش شايفها في نفسي حقيقي، فبعرف نفسي اكتر ازاي اقدر ادخل علاقة من غير ما اعرف نفسي كويس واحب نفسي فعلا عشان اعرف احب حد. انت بتتكلم علاقه سويه، انت هتعرف تتعرف على نفسك ازاي وانت مع يعني معلش ما تتكلمي يا حاجه. والله اصلي مرايات ولا اسقاطات؟ لا ما هو انا خايف من الاسقاطات. الريليشن شيب بيبقى معظمها قبل ما اوعى بتروماتي وضلمتي بيبقى كلها اسقاطات. بس انا عايز اسال سؤال معلش عشان خاطر، هي مالها مرحله التعارف بتاعت زمان؟ على الاقل كنا عارفين نهايه التعارف قريبه جدا من السيتويشن. لا 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 قريبه، بس ما انا السيتويشن شيب بيقول لك انت ممكن انا اتعرف على حضرتك وهتعرف على احمد ومحمد وحسين معاك عادي جدا. مراحل التعارف مفروض تكون كده، لان انا هتعرف على شخص ويبقى وابقى اكون اكسكلوسيف قبل ما اعرفه، ما انا بتعرف يعني لسه بعرفه لسه هعرفه. لا هو انا اللي يعني مع ان انا مش جايه من باك جراوند متخلف ولا حاجه، لا سمح الله، يعني تعليم اجنبي وكل حاجه، انا متطوره جدا. بس 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 موضوع ان انا خصوصا معلش يعني كام راجل شرقي هيقبل على نفسه ان انا ابقى معاك في سيتويشن شيب بس انا بتعرف على فلان لحسن يطلع احسن منك، لو بتعرف على علاقه اصلا يطلع احسن منك، ان هو يدخل العلاقه وبعد كده هي ما تبقاش قادره تستحمله وتسيبه وتمشي، وبعد مثلا ما يبقى في بينهم اطفال او حصل فاينانشال لوس كبير او خساره ماديه كبيره. فاينانشال ايه؟ معلش ثانيه واحده يا شريف، يعني انت هتقبل النهارده ان انت تتعرف على واحده تتفقوا ان انتوا الاثنين تبقوا في سيتويشن شيب، بس تقول لك انا هتعرف معاك على محمود واحمد وحسين لحد ما اشوف مين فيكم اللي هيفوز؟ مش في ريليشن شيب، احنا مش في علاقه، احنا في سيتويشن شيب. احنا في ايه؟ يس احنا مش في يعني ايه؟ يعني حدد لي كده، يعني فهمني انتوا بتعملوا ايه في سيتويشن؟ يعني بتخرجوا؟ بنخرج مع بعض، نشرب قهوه مع بعض،
ننزل نخرج خروجه بالليل مع بعض، نفطر مع بعض، نتغدى مع بعض، نتعشى مع بعض عادي. ودي مش ريليشن شيب؟ لا مش ريليشن شيب، اتس فريندشيب فيها بوتنشال، فيها امل، صداقه فيها إن امل ان هي ممكن تتحول الى علاقه بعد كده كريليشن شيب. وانت ممكن بتقولها ان انا بتعرف على بنات تانية وانا معاكي، يعني لو بنت تانية كلمتني وانا معاها هرد عليها عادي، مش لان طب ما دي صداقه يعني. دي صداقه بس في بوتنشال، يعني في حاجات عجباني في الشخص. ما هو كل انسان فيه نور وضلمه، عليكي فيها حزن. ايوه مش كل انسان طب احنا متفقين ان كل انسان نور وضلمه. النور بيتحب بسهوله، الضلمه لازم تتقبل. هعرف انا منين ضلمتك؟ امال هم اختاروا ليه؟ طب ما يعملوا فتحه. ايوه هم اختاروا من ليه؟ الناس اختارت فتحه وبعدين نقفل بقى. ايه المشكله؟ طب ايه عشان فتحه؟ ايوه فتحه. ايه المشكله؟ تهدير طاقه يا جماعه وتهدير حاجات. وانت لما تقعد تنزل مع خمس ست ستات مش تهدير طاقه، ولما تقعد تقرا فتحه على واحده يبقى تهدير طاقه. انا عشان اقرا فتحه ده مشوار طويل قوي، لكن عشان اروح اشرب قهوه مع مش واحده ده موضوع بسيط. يا سيدي الناس زمان كانت بتصبح خير نقرا فتحه بالظبط نتعرف. طب ايه رايكم بعد ما عدى علينا وقت كده دلوقتي نتائج الشكل بتاع الريليشن شيب دي؟ انا شايف نتائجها وحشه جدا دلوقتي. لا وعلى فكره، طب على فكره بالنسبه للنتائج، لا بمناسبه النتائج، انا عملت كده ريسيرش بسيط. انا اصلا مهندسه فبحب اعمل ريسيرش. الارقام عالميا طلعت السيتويشن شيب دي مؤذيه جدا للناس وبتسبب لهم ترومس كتير. ليه بقى احدث ولا حرك؟ اولا الاكسبكتيشنز او توقعاتي بتاعت الست عاده غير توقعات الراجل. انا ببعت لك واتساب، انا متوقعه ان انا اولويه عندك. لا انت ممكن تسيبني 3 ايام عادي وما تردش، بس في هي مبنيه على الصراحه عشان في نوع وصوره. ايوه ما هو ما في بقى هدف. انا نيتي بدخل، هي النيه الاساس. النيه انا داخل ليه؟ داخل العلاقه دي ليه؟ أيوة. داخل اعرف نفسي اكتر واسمح للانسان اللي قدامي. وانت مستني حد عشان تعرف نفسك طبعاً. انت المفروض تعرف نفسك لوحدك، وبعدين بعد كده انا كده واخده واحد مش ناضج يعني برضو. هعرف نفسي لوحدي في العلاقات العاطفيه. وبعدين انت هتتحكم في فكره الاعجاب بتاعها ليك. ما هو الاعجاب ده عند الست بيتحول الى حب، والحب بيلتصق معاه الغيره. الصراحه مهمه هنا، لازم الانسان يكون صريح. لو حصل عنده مشاعر ارتباط او تعلق بالشخص لازم يقوله. ما هو العلاقات العاطفيه وبعد ما يقوله بقى يتعلق. طب وبعد ما يقول ايوه رد على الاستاذ الانسان التاني يكون صريح معاه. هو طيب انا هسالك سؤال، انا النهارده لو دخلنا لو معاكي في سيتويشن شيب وتعلقت بيكي وجيت قلت لك امتى؟ لا مبدئيا لا طبعا لا طبعا مفيش ريليشن شيب سنه، احنا بندي امثله. جيت قلت لك يا انجي انا ابتدى يبقى عندي مشاعر ناحيتك، انت قلت لي والله انا مش حاسه بنفس المشاعر، زي ما انت كنت صريحه كده دلوقتي قلت لي لا صح؟ اه يبقى انت كده بتحترميني اكتر، مش عاملاني الساند باج او الحاجه اللي هتطلعي. وانت شايف ان السيتويشن شيب دي فيها احترام؟ هي مبنيه على الاحترام. في ايه؟ هي مبنيه على الاحترام. ما هي مبنيه على الصراحه، مش احسن مضحك على الناس طب هو مش احسن اللي بيدخلوا نفسي في معظم وبرضه في الخباثه. معلش خلينا برضه نتكلم على ريسيرشز. معظم اللي بيدخلوا سيتويشن شيب معظمهم أوكي. ما بيكملوش في ريليشن شيب اصلا. هتقولي طب ما هو ده الغرض. لا مش ده الغرض. لا هو داخل بنيه اصلا السيتويشن شيب اتسلف، هو واخدها هي كتارجت كهدف. حد داخل يهزر، انت فاهمه قصدي؟ هو واخدها هدف او يستغل. لا عليا يا فندم، هي مش هزار. هي مين بقى اللي هيحكم ان هي مش هزار؟ طب انت فاهم؟ طب انا هقول لك على حاجه. انت فاهم ان انت النهارده عندك واحده فائقه الجمال. اوكي لا يقاوم. بعدين عندك واحده مثقفه جدا وفيري ابديتد وخمس ست لغات وكلاسي قوي، وعندك واحده مسخره ودمها خفيف وبتبقى حته من كل واحده و بص بتقعد معاها تفطس كده تفطس من الضحك. وعندك واحده عقلها كبير تستوعبك ومتدينه وحاسس فيها ام الولاد وهتفتح لك البيت وطلباتها مش كتير وعلى قد البادجت بتاعتك، هي هتيجي معاك. هتعمل انت ايه في السيتويشن شيب بتاعتك؟ لا انا هشوف مين الواحده اللي تناسبني. ما هو مع كلهم مناسبين. هو فين المشاعر في الموضوع برضو؟ يعني مش كلهم هيكونوا مناسبين يا جماعه. المشاعر مكانها يا بتطلع من العقل الباطن يا بتطلع من الوعي. انت بتجيب الكلام جايب منين؟ الكلام علمي. المصدر منين؟ العلم. العلم منين؟ علم النفس بيقول ان احنا عندنا عقل باطن ووعي. عقل الواعي والعقل اللاواعي. صحيح. العقل اللاواعي ده بيولد افكار كتيره جدا لان هو شغال على طول ما بيعطلش. حلو. طب الاشكال دي الافكار دي بتولد مشاعر وشعور عندي. تمام. ما هو اي فكره بتولد. ما العقل اللاواعي ده هيشتغل مع الاربعه. انت بتعمل له ايوه ده حقيقي. لازم اكشفه علشان اعرف اعيش واعرف ادخل علاقات
تكشفه انت مع نفسك، لازم خمسه في سيتويشن. ما اقدرش اكشفه بدون تجارب. لازم. امال سن المراهقه اتعمل ايه؟ بدون تجارب. لا لا، هو سن المراهقه اتعمل على فكره علشان التجارب الخفيفه السطحيه جدا دي، ودي تسمى وهو عشان كده اسمه تين ايج، ودي تسمى. واحنا عارفين كلنا ده، مع اننا بنحاول نحمي بناتنا من وجع القلب، لان البنات يوجوالي بيتوجع قلبهم للاسف في سن المراهقه. انا وانت عندنا بنات في سن المراهقه. بس 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 احنا هنرجع، احنا هنرجع نكمل مع شريف انا وانت، بس خلينا نطلع فاصل. هنطلع فاصل قصير وهنسمع راي الشارع. اكتشفنا بالتقرير ده ان في ناس كتير اصلا ما تعرفش ان في حاجه اسمها سيتي. تسمع يا استاذ، هتسمع هيعرفوا دلوقتي. وهنرجع وندخل التليفونات بقى الاستاذ شريف كده وتشاركونا رايكم في سيتي ويشن شيب. مش هتعطي عايزات فاصل قد كده ونرجع لكم من هي وبس. سيتويشن شيب؟ لا، ما سمعتش عن حاجه اسمها كده. بسمع طرطيش كلام كده. يعني اظن ان هي حاجه ليها علاقه بالمواد السائله. المواد السائله دي ممكن ان هي تطفو، وممكن ان هي يعني تغوص، وفي نفس الوقت احنا ممكن نقسمها لثلاث حاجات. السيتويشن شيب بيتقسم عندنا اول حاجه انديفيدوال شيب، عندنا اكسل شيب، عندنا بيشر شيب. لا، هو علاقه مش ثابته، يعتبر هو بين ولد وبنت وهما مش محددين دنيتهم ماشيه ازاي، فهي يعني كده كده ما ملهاش اي لازمه. وبعدين كل واحد بيبقى ليه فكره بعد كده هوت، وبينضجوا وبيغيروا رايهم، بيسيبوا بعض، فهي ملهاش لازمه، هي ارهاق وقت ومجهود وحرام. علاقه ما بين واحد وواحده يعني ولا ايه؟ يعني انا مش فاهم والله، ما اعرفش. ايه سيتويشن؟ قولي تاني كده. سيتويشن شيبري ده ما يعرفوش، يبقى انا ما اعرفش، اصل احنا جماعه واحده. سيتويشن شيب دي تقريبا يعني المعامله مثلا في العلاقه وكده ولا ايه؟ يعني انه حد يكون في علاقه وانا اصلا مش عارف انا معاك ولا مش معاك، طب احنا بنحب بعض ولا مش بنحب بعض، طب انت عايز ايه دلوقتي يعني؟ فهي دي السيتويشن شيب يعني في الاخر. السيتويشن شيب ديت لما تكون انت مع واحده واظن اتحشرت انت وهي في موقف مش عارفين تهربوا منه. سمعت كتير، ويعني تختلف راي عن راي كل واحد، بس يعني انا مقتنع بحاجه معينه بصراحه. يعني عامه انا بشوفها ان هي ماشي حاجه كويسه وكل حاجه، بس يعني تبقى في نطاق معين، ما تتعداش النطاق او كده، بحيث انه مثلا يتعدى بالفاظ او كلام او كده. ده بصراحه يعني كده كده حرام مبدئيا وغير اخلاقي اصلا. ان الشخص اللي قدامي بيتسلى بيا. هو طالما فيها شيب يعني علاقات بقى وارتباطات والجو ده. سمعت عنها، مالها بقى؟ يعني ان واحد بيكون بقى بالليل بقى هرمونات الساعه 12 والكلام دوت، يعرف واحده يلا نرتبط ويلا والكلام دوت. وفي ناس بقى لا، بتدخل بقى عن حبه وان هي عايزه الشخص دوت، بتكمل معاه، بتتكلم معاه في الحلال وكده. تقرير رائع. احلى التقريرات، التقارير عفوا، اللي حصلت في البرنامج. قال لك لو واحد واحده محشورين مع بعض هو يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه. والله شرح مفيد يعني. صح. بس خلينا نعرف ان البنات عارفين اكتر من الولاد. طبعا بناتنا عارفين اكتر. لا لا لا، واضح انه كله اتعرض للمواقف. ايوه طبعا. قال لها تعالي اخدك في سيتويشن شيب. شكرا. هي بتبقى اتفاق بين الاثنين يا جماعه، مش حد بيجبر حد عليها والله. هي بتبقى اتفاق ميوتشوال، يعني هما الطرفين بيبقوا متفقين. مين واحده محترمه يعني تدخل تعرف راجل يقول لها انا داخل معاكي في سيتويشن شيب اللي هو الساعه بالساعه، يعني من 9 ل 10 احنا بنتعرف على بعض، من 10 ل 11 ما تكلمنيش عشان انا معايا سيتويشن شيب تاني انا مشغول فيه. ها، وبعدين تفضل مستنيه حبيب قلب مامي لما يختارها، وبعدين لو اختارها هيفكر الله طبعا ممكن سيتويشن شيب تانية يعجبني واجيب واحده تانية.
كده سيتويشن شيب من طرف واحد، يعني احنا عايزينها من الطرفين. طب ما هي كمان بتبقى ممكن تكلم اي حد، ممكن تنزل مع اي حد. انت فين انت ولا انت انا على فكره انا 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 مقتنع جدا بفكره الاكسكلوسيف لما الناس تبقى في ريليشن شيب، بس دي مرحله مش سهل الوصول اليها على فكره. عشان كده كل الناس في بريك ابس وفي فشل للعلاقات العاطفيه كتير جدا دلوقتي، لان الناس بجد مش عارفه نفسها ومش عارفه حاجه. طب تدخل في علاقه مع واحد تحبها وتقروا فتحه حبيبي ما عجبتكش اللي بعده، احبها واقرا فتحه دي لازم اكون إن انسان واعي وعارف نفسي بقى وعارف ضلالتي. ايه اقرا فتحه من غير ما تحبها؟ يبقى انا بضحك عليها. هو دلوقتي احنا لو في جروب صحاب عادي أوكي. بس انا ملت لبني ادم ده ما ينفعش اروح اقول له تعالى نعمل سيتويشن شيب توجذر، لا، لان انا اوريدي ملت له. فخلاص يبقى تعالى نتعرف على بعض اكتر عشان ناخد الخطوه اللي بعدها. بس صح؟ انا لو ملت له ما انا طبيعي ان انا متعرض عليا بني ادمين كتير، ده الطبيعي. احنا بني ادمين عايشين وسط مجتمع وكون وكوكب. صحيح. مش صحيح. عايشين لوحدنا طبعاً. ما حبكتش بقى ان انا ادخل في سيتويشن شيب مع ده ومع ده ومع ده عشان اتعرف عليه، ما انا عارفاه وعارفه غيره وعارفه غيره وعارفه غيره. صحيح. يعني مش ده الطبيعي برضه؟ بس انا لو ركزت طاقتي كلها في حته واحده وانا مش فاهم نفسي كويس ومش فاهم الشخص اللي قدامي كويس، وده عمره ما هيحصل في خلال ايام، يبقى انا كده. ايوه لا ده ما بيحصلش خلال سنين، ده في ناس بيقعدوا 10 سنين و20 سنه متجوزين ومش عارفين. شكرا. شكرا. ماشي. بس هم عارف ان ده او حصري لدي، فبيشتغلوا مع بعض عشان يوصلوا لنقطه التقاء كويس. انما لو انا عامل حسابي ان في اوبشنز او اختيارات اخرى بدايل بالظبط كده، انا مش هتعب نفسي. بالظبط. انا تعب نفسي ليه؟ وهفضل دايما ادور بالزبط. على الحاجه الاحلى المناسبه لي. اه بس انا فلانه احسن. انا مش موافق عليها بنيه الهزار، بنيه ان الواحد يقعد يهزر مع دي شويه ومع دي شويه ومع دي شويه. انا مش موافق عليها. ما هو ما لهاش ده اسمه ان انا علاقات بفهم منها نفسي اكتر بدل ما ادخل عميق. حتى حاشك ما تفهم نفسك لوحدك. مش هعرف من غير علاقه. لازم. مستحيل. مستحيل. ازاي هتاخدها بجديه؟ هو برضه ازاي هتاخدها بجديه؟ ازاي اشوف نفسي من غير ما افصل المرايه؟ لا هاخدها بجديه ازاي؟ يعني هتعب نفسي في علاقه زي دي ازاي؟ ده منتهى الجديه. انا كده بحترم اللي قدامي، بقول للي قدامي انا مش هضحك عليك، مش هخونك، مش هتستخدمها. مش هتستخدمها زي انت بتكلم اربعه تانيين في سيتويشن شيب. ده هو انت بتستخدمها. وانا مش اكسكلوسيف، فانا ما باخدش كده. يس. وهي كمان حره يعني هي تنزل هي حر يعني هي تتعرف عليك مثلا من 7 ل 8 وبعدين تنزل تشوف محمد من وتكلم 8 ل 10 ما تكلمنيش، وبعدين من 10 ل 11 تشوف يوسف، وبعدين محسن من ايه يا بابا ده؟ والله لو انا مش مرتبط بيها بحقها تعمل اللي هي عايزاه براحتها. وانت مش هتاخد عنها انطباع انها بنت مش كويسه؟ لا ده انت لا. انت عايش فين؟ لا انا عايش في مصر ومصري جدا وسعيدي الاصل. لكن هقول لك حاجه، انا شفت النموذج الاخر للعلاقات وشفت قد ايه بيطلع فاشل في الاخر. طب ما انت عندك مشكله مع النموذج اللي انت شفته، لكن مش شرط ان احنا نقول انه السيتويشن شيب دي خطوه للريليشن شيب. مفيش حاجه اسمها كده. خطوه قبل الريليشن شيب حقيقي بعرف فيها نفسي وبعرف فيها اللي قدامي. طول عمرنا مسمينها تعارف من ايام اجدادنا. ما هو في التعارف يعني في التعارف لو انا قلت انا بتعرف على واحده واحنا اكسكلوسيف او حصري لبعض، يبقى انا كده داخل مش بجرب بقى، انا داخل بحاطط. لا حضرتك داخل بتجرب، بس داخل بتجرب بطريقه محترمه قدام النور. ايوه في النور. التانية فيها احترام برضو ما فيهاش احترام. لا احنا هيبقوا عارفين انها نازله تشوفك وتشوف احمد لا ما هو احنا دخلنا في حته الاهل، يبقى هتبقى علاقه ريليشن شيب مش سيتويشن شيب. طالما فيها اهل هتبقى ريليشن شيب مش سيتويشن. طب وفيها ايه لما تعرفها في النور في علاقه مع في وجود اهلها؟ انت فين مشكلتك؟ فيها ان انا لو مش عارف نفسي كويس يبقى هظلمها. انت هتتعرف بقى على ليه؟ ليه دي قرايه فتحه؟ انا بقول لك اتجوز وخلف. حضرتك هتقرا فتحه 3 شهور، عجبتك البنت، عجبتك، ما عجبتكش، اديك اتعرفت على نفسك ومحدش حرمك من حاجه والدنيا مشيت زي الفل يا استاذ، وخدت بعضك ومشيت وكده كده هتاند باد. يعني ما تقنعنيش انت في سيتويشن شيب مع واحده وهتهدير طاقه. قد ايه يا جماعه وتهدير؟ هو لما تاخد 5 مش تهدير طاقه؟ ايوه جدا. طالما عارف التارجت بتاعي ايه. انت برج الايه؟ عقرب ان شاء الله. اه انتوا هم الاسد والعقرب. سمعته وحشه. انا عارف العقرب برضو. عقرب والعقرب الرجاله. لا الكاميرا رجاله. لا دول دول العقرب والاسد والجوزاء في الرجاله. هو كده فاضل ايه طيب؟ لا فاضل لسه 9 ابراج كويسين. اه يعني الحمد لله ماشيين حالهم. انتوا اللي اخترعتوا. انتوا الثلاث ابراج اللي اخترعتوا. الحمد لله سمعتنا سمعانا. طب انا عايز اقول لك على حاجه بجد بقى. لو بني ادم انستيبل السيتويشن شيب هتضره جدا. قول لي ليه؟ وانا شفتها
مع حد يعني احب اعرف ايه. انا ما هروح في داهيه بعد ما اقول الكلام ده بس ماشي. لو بيتفرج دلوقتي احب اعرف يا حرام يعرف واحده بتحب تعزف بيانو يروح يتعلم بيانو، يعرف واحده بتحب الطبخ راح يتعلم طبخ، يعرف واحده مش هو ما اكتشفش نفسه، ده هو بهوأ نفسه وبهدل نفسه ووداه في نفسه في داهيه ووداه ووداهم كلهم في داهيه معاه. يعني اكسبيرينسز وين كل تجربه فيها مكسب. خالص هو طلع بيتعالج نفسيا بعد التجارب دي ده بجد يعني ده حاجه حقيقيه حصلت قدامي. فهو بالعكس هو دي مش مفيده خالص حتى نفسيا. طب تعالوا ناخد ايمان نشوف رايها ايه في السيتويشن شيب. ايمان حبيب قلب مامي صباح مساء الخير. مساء الفل عليك يا ايموز. ازي حضراتكم؟ ايه رايك يا ايموز؟ انا عندي بنت انا كنت عايزه اسال استاذ شريف بس انا لو بنتي النهارده قالت لي يا مامي انا هنزل عشان انا عندي النهارده سيتويشن شيب، يعني عندي النهارده من 6 ل 7 استاذ شريف وعندي من 8 ل 9 مش عارفه مين ومن 9 ل 10 عندي مين، فانا اقول لها حبيبتي روحي عشان انتي تعرفي نفسك وتكتشفي ذاتك. عمري ما هسيب بنتي ابدا تقول لي هكتشف ذاتي مع 3 4 يعني مش تخيل مثلا باباها مثلا لما هتقول له يا بابا انا نازله اكتشف اعمل سيتويشن شيب مع احمد ومحمد ومحمود، يعني مش متخيل والله مش متخيله ممكن يكون رد فعله ايه ورد فعلي ايه، وبعدين مين اللي هيطمن على بنته؟ يعني هو انا مش عارفه بنتي دي لو عملت كده ممكن زمان كنا بيعملوا حاجات تانية في البنات لو عملت الكلام ده، بس انا بتكلم انا الموضوع ده هيعود على بنتي في ايه؟ ما احنا ربيناهم ان ولا يعني ان انا يا بنتي حبيبتي اللي يكلمك ما ترديش عليه، اللي بيكلمك يعني اللي تعرفيه هو اللي تردي عليه، اللي ما تعرفيش ما تردي في زميلك في الشغل هتردي عليه، في صديقك صح ايمان صح في كل الحاجات. لكن انا النهارده يعني ايه يعني ايه تعريف سيتويشن شيب دي هتعرفك تعرف حاجه فين؟ يعني ده غرض يعني هي تنزل من البيت راح تعمل سيتويشن ولا هي خارجه مع اصحابها فهتتعرف على ناس هناك؟ انا الصراحه مش شايفه ان ده شيء بالنسبه لي مقبول ان انا بنتي تقول لي انا هعمل سيتويشن مع الناس يا استاذ شريف صراحه. وهي برضو لو عندها ولد هتوافق؟ يبقى مش يا ماما لا هي بتقول لك ايه لو لا عندها بنت فلو بنتها قبل ما تنزل هو لو قالت لماها هتهدي يا جماعه نازله اعمل سيتويشن. هو على فكره يعني الموديل ده حتى لو نجح بره ملناش دعوه، اي حاجه يعني نعملها بشكل اكستريم هتبقى مش كويسه. اي حاجه هنعملها لا رد عليها هرد عليها اكيد طبعا. لما بنت تقول والدها او والدتها انا نازله اقابل فلان وفلان وفلان اكيد ذيس از نو، يعني اكيد دي لا الاجابه لا طبعا. اشمعنى؟ لان دي مش السيتويشن شيب اللي احنا بنتكلم فيها يا جماعه، ده كده يعني حد فاهمها مور بطريقه ان هي حاجه للتهريج. لا هي اكتر حاجه لان انا بدل ما مش احسن ما تخش في علاقه مع واحد وهي صغيره يحسسها ان هو دنيتها كلها ويعزلها عن كل اصحابها وكل الناس ويبقى ابيوزر وتبقى هي بتحبه جدا وكل مشاعرها معاه بعدين يكسر قلبها ويوجعها ويبقى هدر طاقتها وهي بقى لما تدخل معاه في سيتويشن شيب لما هتكون بتخرج مع كذا حد وحاسه انها في منافسه مش هتضطر انها تغير من نفسها عشان هو يقبل بيها ومش هتضطر انها تسمع الكلام علشان تفوز على التانيين ومش هتضطر انها تغير من شخصيتها. لا لا كل اللي انت قلته ده هيحصل برضو في السيتويشن شيب على فكره بالظبط، ده بل على اكتر هتتجرح انها قبل عن نفسها اصلا بالظبط. يبقى احنا لازم نحدد الهدف من السيتويشن شيب. انا هاخدها احنا نعملها بالشكل الصحيح. انا هاخدها يلا احنا تيجي نعمل جزء تاني من ال يا ريت هو لازم تحبه اوكي يبقى احنا نعمل موضوع اكبر من يلا. هلا هلا راحت فين؟ هلا اكيد كانت عايزه تقول كلام لاستاذ شريف مهم. اكيد طبعا طبعا الحمد لله. هلا ردي يا ماما استاذ شريف اهو. هلا مامي هلا لا لا محتاجين استاذ شريف عايز يسمع ده رايك. هلا 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 خط قطع. هلا اكيد كان عندها كلام مهم واضح جدا ان كان عندها اكيد كل الناس الشعب المصري على فكره معظمهم كلهم عندهم كلام مهم معظمهم عندهم كلام مهم. طيب احنا هنعمل جزء تاني ممكن نعمل جزء تاني ده اكيد الاسبوع الجاي. لا لازم انا لسه ما قلتيش اللي عندك طبعا طبعا لسه ما شرحتش لسه عندك باين عليك والله والله اقنعك ان شاء الله بالسيتويشن شيب الصح مش باللي هي الاي كلام بس مظبوط بالمظبوط مش عارف مش حاسه فري ورك اوت قبل زي ما يكون حد بيسخن قبل الماتش الحقيقي. حلوه الثقه في النفس مش بياخد من انت اقنعت كام واحده تدخل معاك في سيتويشن شيب بالمنظر ده؟ انا مش هقول لا قول لا ده قبل ما يكسب وحاسس ان هي حاجه كويسه لو اقنعت بنبقى احنا الاثنين مقتنعين. كام واحده بقى؟ بنبقى احنا الاثنين ايوه طب انتهت بايه؟ كام واحده؟ وانتهت ازاي؟ يعني هي عامله ازاي؟ اربعه عشان نبقى في الجزء الحلال اربعه
24 تبقى في الجزء الحلال فاهم. انا بمسلك مش طريقه علقي على الموضوع يعني. يعني انت داخل سيتويشن شيب فول كاباسيتي يعني انت داخل حالي كمان على الاخر. لا ما ينفعش تدخل فول كاباسيتي بصراحه. يعني 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 اربعه غير اللي انت ما ذكرتهمش. لا لا اربعه سيتويشن شيب فقط. اربعه سيتويشن وانت هو عاملين يعني واتعلمت منهم كتير جدا على فكره. كتر خيرهم واتطورت منهم كتير جدا والله عارفه. هم كمان اتعلموا وهم اتعلموا طبعا. ده حاجه لذيذه جدا. وانت وانت مرتبط بحد فيهم دلوقتي؟ لا الحمد. يعني الاربعه باظوا. ما انا بقول له انتهوا على ايه؟ الاربعه باظوا مش موجودين. لا لا استنى بس قبل ما اختم. لا مش موجودين مش موجودين. يا ابو النجار مخلع. لا انا كده هاجي لك باب النجار. انا كده ببني باب النجار. فانت محتاج بقى سيتويشن شيب ثانيه باربعه وبعدين سيتويشن شيب ثالثه يا اختي. معاكي كام عندك دلوقتي؟ ريليشن شيب من غير باب ما ينفعش. لازم ابني الباب الاول. طيب انا مضطره للاسف للاسف اختم الفقره الجميله اللذيذه اللذوذه دي مع انجي وشريف. احنا اتفقت معاهم على الهواء بينشف على الهواء انه احنا هيبقى عندنا جزء تاني وهندخل التليفونات عشان هما بيقولوا طبعا ان كان في تليفونات كتير استاذ شريف فهندخله كل التليفونات الفقره اللي جايه. واحتمال نعمل تقرير تاني برضو في الشارع. احنا شفنا التقرير بتاع لما يكون واحد واحده مسجدين بس بيضطروا يعملوا ايه كده اهوت. و هتوحشوني قوي لو ليا العمر ان شاء الله ونزلوا عليا التتر. شكرا. انتوا بتعملوا فيا الحركه دي كل يوم عشان امشي وانا ممكن اكمل كلام بس ماشي. ثلاث حلقات خلصوا الفقره دي خلصت. لو ليا العمر ان شاء الله اشوفكم الخميس الجاي الساعه 6 وحلقه جديده من هي وبس.